سيف متغير يا منى. والله وشك نور. الحلاوه دي بس. بس اقول لك ايه بقى؟ تتحجبي تتنقبي قمر والله. ما انا كان لازم اتصرف اعمل ايه؟ ما شفتكش بقالي اسبوعين. لا ما تعليش صوتك، خلي عندك كرامة. هيقولوا ايه؟ امال لو بقيت عنك شوية بقى اكتر من كده هتعمل ايه؟ يا سلام، ده انا جاي ازورك. صدقة. بدل ما انت مرمي لوحدك في السرير كده. اللي اقول يا سيف، هما قالك ما قاعدينك في البلكونة ليه؟ عشان بيحبوا يهزروا. قولي لي، هو انت قلت لهم ايه عشان تخش هنا؟ قلت لهم ان زميلتك في الشغل وجايبه لك فلوس لميتها من الزمن. الظرف معايا على فكرة. اخده في الاخر. لولي، هي دي أمل بنت عمك صح اللي برا؟ أمل بتحب؟ حرام عليك يا شيخة، ده عيلة صغيرة. سيف، ما تسعش عليا، هو أنا شغالة في سبناوي؟ ولما أقول لك حاجة بعد كده ما ترجعنيش. طب خلاص سما؟ مهم، أنا بحب مين؟ يا أمل أنت مسكي، بس خدي بالك بقى عشان أمل هي اللي عاملة، ممكن تسمك. هو الظرف اللي أنت جايبهولي ده في كام؟ 525 جنيه يا أخ سيف. ده اللي طلع من ذمتنا، وبيسلموا عليك قوي وبيقولوا لك ألف مليون حمد لله على السلامة. الله يسلمهم يا رب. ألف حمد لله على السلامة.